السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا، مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا، والفرحة جمعتنا، شو حلوة عروستنا، مبروك مبروك يلا مبروك مبروك يا عيشاني مبروك 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 يا أيمن مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا والف مرحبا بكم. اليوم جيت معكم باش نتعلموا مجموعين كيفاش نديروا واحد الشكل ديال الطيه ديال الفيوط اللي كتجي راقيه وراقيه بزاف. غادي تتابعوني جميع وغادي نشوفوا كيفاش غادي نطويو هاد الفويطات. الوغ كندير هاد الطرف هو الاول، هانتوما نعاود معكم هاد الطرزة هي اللي غادي نجيبها قبالتي هنايا، نقادد هاد الطرف هادو هكذا كيف تتشوفو، وغنجي لهاد هاد لاباختي هادي وغادي نردها هكا هانتوما. نحاول نقاد المسائل كلها. مني نوصل لهاد المرحلة هادي غادي ندور الفوطة تماما الجهة الفوق، وغادي نشد النص ديالها هانتوما كي تتشوفوا هنايا. انا نعاود معكم هانتوما، وغادي نبرم نبرمها، وانا كنحاول نقاد الطرف والجناب باش تجي العمليه. وغادي نجي لهاد لابارتي هادي اللي بقات وغندخلها هنايا هانتوما كي تتشوفو. انا نعاودها معكم باش تشوفو مزيان. الوغ الفوطة هي هادي، غادي نديرها هكدا في الظهر ديالها طرزة التحت، وغادي نجي وغادي ناخد هاد لونغل هذا نثبتو هنايا وتجي الطرزة باينة لوجهي. الوغ هنا غادي نجي وناخد عاود هاد الطرف هذا ونقاد مزيان نقاد، وغادي ندور الفوطة تماما ندورها كلها هكذا. وغادي ناخد هاد لابارتي هادي وناخد حتى النص ديالها، وغادي نجي وغنبدا نبرم الفوطة ديالي نبرم 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 حتى نوصل لاخر، وغادي نثبتها هكذا كيف تتشوفوا. هانتوما كتشوفوا الفوطة ديالي دابا ها هي دي، غادي نديها وغنحطها بهاد المنظر هذا. ما نحطش هاد لابارتي هادي، لا غنحط هاد لابارتي هادي اللي باينه زوينه هي اللي غنحطها قبالتي هانتوما كي تتشوفوا. الوغ دابا غادي نرويكم كيفاش غنطوي الفوطة الصغيرة.
الفوطه الصغيره، ها هي كتشوفوا حتى هي راه الطرزه، الطرزه من التحت دائما. وغادي نجي ها هي الطرزه ديالي ولات الفوق، كنطويها ها نتوما ها انت ها هي. وغادي نجي لهنا كيف درت الصغير الكبيره، غندير حتى الصغيره، غندور الفوطه ديالي تماما. هذه ما غاديش نحتاج ندير لها هكذا، كنبرمها من الاول من الاول وانا ماشيه، كنبرم وكنعوض حتى الاخر. وغادي نثبت هذا دي ندخلو هي الفوطة ديالي كيف تتشوفوا، الطرزة كلها باينة من جميع الجهات. وغنجي وغنديرها مع خوتها هنايا. دائما هاد لاباغتي هادي اللي كتكون عندنا شوية منقداش هي اللي كنديرو لداخل، وكنديرو هادو هكذا. هانتوما كتشوفوا الفويطات كيفاش مستفين، هانتوما كتشوفوا هنايا هنايا كيفاش مستفين كلهم. هانتوما هنا في لاصال دو بان تا هما فويطات مستفين، تابعين كلهم هنا البنوارات ديالهم تا هما مستفين. كيمشي داكشي كله مرونق. تنشكركم على المشاهدة ديالكم، ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. يمشي الوزان يزور.